والبداية من توجيه الرئيس السابق للبرلمان الإيراني شيخ مهدي كروبي انتقادات لاذعة للمرشد الإيراني علي خامنئي على خلفية مقتل مهسا أميني، متهما إياه بالوقوف ضد المطالب الداعية لإنهاء سوء معاملة النساء والفتيات في الشارع. كروبي من مقر إقامته الجبرية قال إن السلطات التنفيذية والقضائية على دراية بشأن هذه الممارسات ضد النساء، غير أنها لا تتحرك لاتخاذ أي إجراء بسبب اعتراض خامنئي. أكد كروبي وهو أحد قادة الحركة الخضراء، أكد أن الشرعية والقانون والأخلاق في إيران باتوا في خدمة الحكم الفردي، مضيفا أن إيران ليست ملكا حصريا لأي أحد. أثر منصوري وهي سكرتيرة حزب اتحاد الشعب الإصلاحي اتهمت أيضا المسؤولين في مقال نشره موقع صحيفة اعتماد بالتصرف بعنف وبأنهم لم يلتفتوا إلى النصائح، ما أدى إلى مأساة مهسا أميني، وذلك منذ تفعيل دوريات الإرشاد والتعامل العنيف مع النساء. أما رجل الدين المعتدل آية الله قال إن على المسؤولين أن يعتبروا الشعب هو المالك الرئيسي للثورة، ولا ينبغي أن يكون الحكم بيد عدد معين من الناس. موقع إصلاحات نيوز تساءل إلى متى تبقى النساء والفتيات في هذا البلد ضحايا للأفكار السخيفة التي تعود للقرون الوسطى ويتبناها عدد قليل من الناس، داعيا المرشد إلى تفكيك دوريات الإرشاد بجميع أشكالها، وأن يأمر بشكل حازم لتحديد وكشف وإقالة والتصدي لمرتكبي هذا الحادث الذي وصفه الموقع بالقبيح. أما مسيح مهاجري وهو رئيس تحرير صحيفة جمهوري إسلامي، دعا في افتتاحيته للصحيفة إلى تغيير نظرة المسؤولين إلى الشعب وإلى طريقة الحكم. أما صحيفة كيهان وهي التابعة للمرشد فاعتبرت مقطع الفيديو المنشور للحظة انهيار أميني دليلا على عدم صحة التعذيب. لإيضاح الصورة أكثر من دبي ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني أستاذ مسعود الفك. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ مسعود في استديو الحدث. وهنا الحديث عن مجموعة من الصحف بين معارضة وما بين الصحف التابعة للدولة تتحدث عن هذا الموضوع. إذا ما استعرضنا ما حدث الآن، كيف تناولت صحف المعارضة بداية هذا التصرف مع أميني؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. معظم صحف المعارضة، عندما نتحدث عن المعارضة نقصد هنا المعارضة الداخلية التي تختزل في واقع الأمر الحركة الإصلاحية التي هي أخذ أجنحة النظام وليست معارضة بمفهوم المعارضة التي تريد إسقاط النظام وتنشط من خارج البلد. أي في هذه الحالة يمكن القول بأن شاهد من أهلها بما حصل لجينا أميني، وأفضل هذا الاسم لأنه اسمها الحقيقي الكردي الذي لم تسمح السلطات باستخدامه في هويتها. لذا جينا أميني تعرضت لهذه المأساة، وفي نفس الوقت حركت الداخل الإيراني قبل أن تحرك الخارج. كثير من المسؤولين حتى الذين هم في البرلمان الإيراني
اتخذوا موقف تجاه هذا الحادث وطلبوا من السلطات بأن تتخذ الإجراءات الصارمة لمنع التعامل العنيف مع النساء بسبب ظهور خصلة شعر من تحت ربطة الرأس، وأن يؤدي هذا التصرف إلى وفاة هذه السيدة. هنا الحديث أنه ليست المرة الأولى يمارس هذا العنف ضد النساء، باستشهاد من كثير من المصادر والأماكن التي تتابع بحيثيات كثيرة. أستاذ مسعود، هناك أساليب للتعذيب فاقت فقط إما شد الشعر أو الضرب، بل غرز المسامير في الجبهات، وهنا نتحدث عن ممارسات كثيرة مورست ضد النساء. هل نعتبر أنه الآن هذه بداية ثورة حقيقية أم سينسى الموضوع كسابقه؟ لا، ليس هذه صورة حقيقية، لا يمكن اعتبار أي صورة أخرى بدلا من الصورة التي نراها تمثلت في هذا الحادث. طريقة التعامل مع هذه الآنسة كانت طريقة بشعة للغاية، حتى الفيديو الذي بثوه، هذا الفيديو ليس هو الفيديو الحقيقي، لأن والدها وهو أمجد أميني عمل مقابلة مع إحدى الصحف الإيرانية فنيها، قال بأن ابنته لم تعاني من أي مرض، لأنه قالوا كانت في الصدر تعاني من الصرع، قال هي لم تعاني من الصرع ولم تكن لها أمراض في القلب ولم تمرض إلا بسبب بعض الأحيان نزلات البرد. لذا فند روايات السلطة التي تقول بأنها توفت نتيجة تعرضها إلى نوبة قلبية، كما أن الصحيفة التي نشرت التقرير المقابلة معه قالت لديها معلومات عن طريقة التعامل مع جينا أميني عند اغتيالها، إلا أنها لا تستطيع تأكيدها ويمكن تزود السلطات بهذه المعلومات. هذا يعني هذه المعلومات تنفي الرواية الحكومية، لذا الصحيفة خوفا من إغلاقها لم تنشرها، وقالت المسؤولين يمكن تنقل هذه المعلومات لهم. هذه الطريقة في التعامل هي طريقة منتشرة في إيران في التعاطي مع أي احتجاج، التعاطي الأمني، استخدام العنف، القبضة الحديدية في كثير من القضايا في مختلف المدن، في طهران، في الأهواز، في كرمانشاه، في سنندج، في أي مكان. هذا الأسلوب هو الأسلوب المنتشر للأسف الشديد، ولا يوجد أي أسلوب بديل آخر، لأن السلطات ترى بأن الحل الوحيد في مواجهة أي احتجاج هو ضرب ذلك الاحتجاج والتعامل مع المرأة أيضا من هذا المنطلق، لأن هناك نظرة أيضا ربما المرأة في داخل إيران بسبب مطالبها تتحول إلى جبهة تفتح الجبهات الأخرى للمطالب الأخرى داخل المجتمع الإيراني. طيب، يعني هنا الرئيس السابق للبرلمان الإيراني تحدث على أن السلطات تعلم بذلك، وهنا نتحدث عن سلطات يعود لها المواطن لأخذ حقه، ولكنها لا تستطيع التصرف في ظل وجود خامنئي ووجود أوامر تصدر من قبله طوال الوقت بأنه لابد أن تسير الأمور بهذا الاتجاه. إذن الشارع هو سيد الموقف الآن؟ بلا شك الشارع في إيران رغم أنه لم يستطع أن يحقق ما يرنو إليه إلا أنه لم يصمت. هذا الشارع دائما كان ينطلق في مختلف القضايا العامة التي تخص كافة الشعوب الإيرانية، القضايا التي تخص كل شعب على حدة. العرب في الأهواز كانت لهم مظاهرات مختلفة لأسباب مختلفة، لأسباب الإعدامات، المياه وقضايا أخرى. الأكراد أنفسهم كانت لهم مظاهرات، طهران نفسها رأت مظاهرات عدة مرات، مظاهرات عارمة كانت تصل إلى الملايين. هذا هو الموقف، ولكن لا توجد آذان صاغية، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. السلطات بحاجة إلى أن تسمع للمواطنين، بحاجة أن تلبي طلباتهم على أقل تقدير بما تستطيع منه، ولكن هي في واقع الأمر
تدير ظهرها لكافة المطالب وتعتبر أي مطلب حتى لو كانت قضايا ترتبط بالنساء تعتبر قضايا أمنية يحاول العدو الأجنبي من خلالها إسقاط النظام أو ضرب الأمن القومي للبلد. هذا الأسلوب في التعاطي مع القضايا في داخل إيران هو السبب لما رأيناه وتمثل في مقتل هذه الشابة البالغة من العمر 22 سنة فقط. الشكر جزيلا لك على التوضيح من دبي، كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني أستاذ مسعود الفك، شكرا جزيلا لك.